التهنئة الخالصة للكأس للجزائر، والتحية خالصة للأخوة اللي راهي بين المغرب والجزائر مع بعض، فرحتين، فرحة الكأس وفرحة الأخوة. نحمد ربي ونشكره على الرجوع إلى التتويج الإفريقي والعالمي، وإن شاء الله يا ربي مازال نزيد في الكأس العالم إن شاء الله، والعقوبة إن شاء الله للمغرب ثاني. الحمد لله يا ربي ربحنا اليوم، إحنا رانا هنا في المغرب في تيزنيت، والحمد لله يا ربي الماتش سيتي ان بو تري ديفيسيل ميم، مي ليسونسييل كو دينا لا كوب، هذا هو الصح. اللاعبين نقول لهم اعطيهم الصحة، اعطيهم الصحة كي فرحونا، باسكو لو ماتش جي دي كو سيتي با فاسيل، مي الحمد لله ليسونسييل دينا لا كوب واعطيهم الصحة. و جو غوميرسي جمال بالماضي لونترينور. المغاربة نقول لهم اعطيهم الصحة، شجعونا كانوا معنا في هذه المباراة واعطيهم الصحة، وهذا الكأس ماشي غير لينا، مام ليهم تاني، بحيث انه كانت فرصة تفرجنا، يعني تفرجنا كما كتشوفوا مع الإخوان تاعنا في هنايا في تيزنيت، وكان حماس كبير بين يعني الناس تاع الجزائر والناس تاع المغرب، يعني فرحة عارمة وعارمة وعارمة، وبالتالي فالحمد لله يعني كنهني جميع الشعب الجزائري والشعب المغربي يعني وجميع الشعوب العربية بهذا التتويج، والأمازيغية كذلك.